السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابي يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنقدم غرزة جميلة جدا تنفع الكوفيات والاسكارفات والشيلان. هي بغرزة القلبين بس بطريقة مختلفة شوية في العدد وفي التوزيع، فمدي الشكل الجميل دوت. طبعا انا حبيت اوظف الغرزة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حباها كده جميلة. احنا كنا عملنا غرزة القلبين قبل كده من حوالي سنتين او اعتقد ثلاثة، عملناها في كوفية كانت حلوة جدا ونالت استحسانكم، فانا حبيت المرة دي اعمل لكم بغرزة القلبين بشكل تاني مختلف. يبقى احنا كده ايه، عملنا القلبين بشكلين مختلفين على القناة، اتمنى انها تعجبكم. يلا بينا نبدأ على بركة الله. انا هشتغل الكوفية ديت او الغرزة دي بخيط ناكو فيزيون. الخيط ده بيخترع عليا ابرة، هنا عشان تكونوا عارفين ابرة رقم في الكروشيه 3، والحقيقة لما بنشتغل بثلاثة بتطلع الغرزة ناشفة جدا ومش حلوة، فعشان كده انا هشتغلها بابرة رقم 4. زي ما انتم شايفين النتيجة طلع حلوة بابرة رقم 4، وممكن كمان باربعة ونص لو انت عايزاها ايه اكثر طراوة شوية، ما تبقاش ايه زي ما انت شايفه. بص هي باربعة وما شاء الله ماسكة نفسها، لو باربعة ونص هتبقى احسن شوية، ممكن تبقى افضل كمان، لكن لو بثلاثة هتبقى ناشفة وتحس ان الشغل مشضط كده ومش حلو. واحنا طبعا في شغل الكروشيه بنحب الايه، تكون الشغل فيه جمال كده والليونة حلوة. الغرز هو هنا اللي كاتبينه هنا مش حلو، انا باخد بارقام الايه التريكو مش بارقام الكروشيه. انت تقدري تشتغليها باي خيوط اللي هي تشتغل بابره رقم 4، الغرزه هتبان فيه. وممكن كمان لو انت عايز تعملها بخيوط انجوره هتنفع كمان بالخيوط اللي هي رفيعه المتوسطه دي، اعمليها بابره رقم 3 هتبقى برده جميله. ويلا بينا نبدا على بركه الله. نبدا شغلنا، هنعمل حلقه البدايه تانية الخيط، تانية بسيطة. عملت حلقة هدخل جوه الحلقة هسحب الخيط وبعدين اسحب على الحلقة كده اقفلها كده، ابسط حلقة. هنعمل عدد من السلاسل يقبل قسم على 5 زائد 4. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هعمل كده 1 2 3 4 5، تاني 1 2 3 4 5، تاني 1 2 3 4 5، كمان 1 2 3 4 5. كده خلصت مثلا الخمسات، هفضل اشتغل 5 5 5 لغاية ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. بعد كده ازود بقى 1 2 3 4، يبقى انا كده خلصت الخمسات وبعد كده زودت 4. هلف الخيط وهسيب هنا 1 2 وانزل في الغرزة التالتة اعمل العمود التاني عشان الارتفاعات الاولانية ديت هي عمود معي، وبعدين هروح الغرزة اللي بعدها اعمل العمود التالت. كده انا عملت 3، انا قلت عدد يقبل قسمة على 5، يبقى 1 2 كده الخمسة. وعشان انا اكون شغالة صح هسيب هنا 1 2 واروح ابدأ تكرار تاني. يبقى انا كده خلصت الجزء الاولاني ده اللي هو 3 اعمدة وغرزتين بعد منها فراغ، دول تكراري. هكرر تكرار تاني، ادي اول عمود وبعدين العمود التاني، وبعدين العمود التالت، وبعدين بنعمل 2 سلسلة وارجع تاني الف الخيط، هسيب 1 2 واروح على العمود التالت، اعمل اول عمود من التكرار اللي بعده. ادي 1 2 كده، اتنين، وبعدين كده 3، وبعدين 1 2، وبعدين 1 2 وهروح في الغرزة التالتة أبدأ تكرار جديد. أدي أول عمود وبعدين التاني وبعدين التالت، بعد كده 1 2، بعد كده هسيب هنا 1 2، هلاقي في الاخر 3 غرز هما اللي هعملهم عشان يبقى عندي البداية والنهاية 3. ادي 1 2 3، يبقى ده عددك كده. العدد معانا طلع مظبوط اللي هو عدد يقبل قسم على 5 زائد 4. ده السطر الاول، اول راوند الاول على وش الشغل. هرتفع غرز السلسلة وهلف كده على ظهر الشغل وهعمل غرز حشو. في العمود الاول غرزة حشو، في العمود التاني غرزة حشو، في العمود التالت غرزة حشو. هاجي هنا دول 2 سلسلة هعمل فيهم 2 حشو. ادي 1
اتنين كده خلصنا، تلاتة حشو فوق التلاتة أعمدة واتنين حشو فوق العمودين كده الخمسة التكرار. تعالي نكرر كمان، آجي حشو فوق العمود وبعدين حشو فوق العمود التاني، حشو فوق العمود التالت، وبعدين في الفراغ اتنين حشو، آجي واحد اتنين لأن أنا عاملة اتنين سلسلة. هرجع تاني في العمود حشو والتاني برضو حشو والتالت حشو، في الفراغ هعمل برضو حشو التانية. أكرر كمان، هنا في العمود ده حشو وفي العمود التاني برضو حشو، في العمود التالت برضو حشو، وبعدين في الفراغ هعمل حشو اتنين. عندي آخر تلات أعمدة، أدي في الأولاني حشو وفي التاني حشو والعمود التالت حشو، عشان في اخواتنا ساعات يقولوا ايه المبتدئين يقولوا خلصنا ورجعوا يقولوا العدد تناقص معانا، لا لسه عندك الغرزة التالتة اللي هي في غرزة الارتفاع. تمام، هدخل فيها واعمل حشو. كده خلصنا السطر التاني على ظهر الشغل. تعالي نرتفع غرزة ونلف على وش الشغل. هلف الخيط، العمود الاول اللي عندي ده هعمله، انا عندي دلوقتي سطر حشو وعندي سطر اعمدة. تمام، لما هعمل عمود امامي هعمله من الايه، من سطر الاعمدة. هاخد هاجي هسيب الحشو واجي من سطر الاعمدة العمود الاولاني، هاخده بصي اهو من بره لجوه كده وعمله عمود امامي، ارتفع اتنين اتنين، يبقى انا عملت العمود الاولاني عمود امامي. العمود التاني هاخده منين؟ هاخده من سطر الحشو من غرزته فوق اهي، هعمله عمود عادي. هلف الخيط، العمود التالت هسيب سطر الحشو وانزل له هو تحت كعمود، هاخده من على اليمين لليسار يبقى امام الابرة، والف الخيط واسحبه. كده انا عملت عمود امامي واسحب من اتنين اتنين. كده التلاتة عملت عمودين اماميين، الاول والتالت اماميين واللي في النص عادي. بعد كده بنعمل اتنين سلسلة، وهو نفس التأثير، نفس التقسيمة بتاعت السطر الاولاني، بس هيبقى امامي امامي وعادي في السطور اللي جاية، لكن نفس التقسيمة. فانا عملت اتنين سلسلة، هلف الخيط، انا السطر ده باخد ايه، الاولاني والتاني والتالت عمود امامي، واللي في المنتصف باخده عادي. الاولاني هاخده من على اليمين اليسار هوت وهو امام الابرة، واسحب الخيط واطلع من اتنين اتنين. وبعدين التاني ده هسحبه منين؟ من غرزة الحشو، سطر الحشو، هعمله عمود عادي. هلف الخيط على الابرة. التالت مش هشتغله من الحشو، هشتغله منين؟ من تحت من العمود، هعمله عمود امامي. نكرر، بنعمل واحد اتنين سلسلة، هلف الخيط وهاجي التلاتة التانيين، العمود الأولاني والتالت قلنا بنعملهم أمامي، بنعملهم أمامي منين؟ من الأعمدة نفسها، بتلاشى سطر الحشو. هاجي على العمود من تحت كده واسحب العمود أمامي، وبعدين التاني هروح أخده منين؟ من غرزته من فوق، غرزته هيت، وبعدين العمود التالت هتلاشى غرزته فوق وانزل اخده من العمود نفسه امامي، وبعدين اتنين سلسلة. هرجع تاني، الاولاني هاخده امامي من السطر السابق، التاني هاخده عمود عادي من سطر الحشو، التالت هاخده امامي من السطر الاولاني. وبعدين اتنين سلسلة واروح على اخر تلاتة. عندي ادي العمود الاولاني امامي، العمود التاني عمود عادي، والعمود الاخير اللي هو التالت اهو، العمود الاخير التالت باخده ايه، امامي. هرتفع غرزة وهلف على ظهر الشغل، وطول ما انا على ظهر الشغل هعمل حشو زي اللي عملته،
ادي العمود الاولاني حشو، والعمود التاني حشو، والعمود التالت حشو، وفي الفراغ برضو اتنين حشو، ادي واحد اتنين، وبعدين اكمل بقى كل الشغل بالشكل دوت، كل السطر حشو، فوق التلات اعمدة تلاتة حشو، وفوق الايه الفراغ اتنين حشو، واكمل لحد الاخر. خلصت سطر الحشو كله، بس جاية اعمل معاكي اخر غرزة. احنا عملنا فيه الاتنين فراغ اتنين حشو، وهنا دول تلاتة، عملت ادي واحد اتنين التالت عشان ما تنسهيش. بتبقى الغرزة بتاعته بصي شايفها متدارية فين قدام شوية، هي شايفها اهي، هتاخديها تعمليها حشو ما تنسهيش. هبدأ ارتفع غرزة واحدة والف الشغل، انا كده على وش الشغل. هشتغل نفس النظام برضو، عمود برضو امامي وعمود عادي، بس هنعمل العكس. ده كان عمود الاول والتالت كان عمود امامي، فهنا هعملهم عمود عادي. ادي كده ده عمود عادي الاولاني، وبعدين هلف الخيط اللي في النص ده كان عمود عادي، هعمله هنا امامي، هتلاشى غرزته من سطر الحشو وانزل له هو، اخده عمود امامي اللي في المنتصف. يبقى انا بعمل السطور عكس بعض، وبعدين العمود التالت كان عمود امامي هعمله عمود عادي. ادي كده شكل الشغل هيوضح اكتر. تعالي واحد اتنين سلسلة، هروح على اللي بعدها. دي الاولاني والتالت عمود امامي، هنا هعملهم عادي. هعملهم عادي منين؟ من سطر الحشو اهو، عمود عادي. اللي في المنتصف كانت عمود عادي، هنزل اعملها من تحت من سطر الاعمدة نفسه، هاخده العمود نفسه امامي. وبعدين التالت كان امامي، هعمله هنا عادي من سطر الحشو. هرجع اتنين سلسلة واكرر تاني. ده هيبقى عمود عادي الاولاني، وانا بقى عارفة ليه، لان انا بعمل العكس. وبعدين اللي في المنتصف هيبقى امامي، هنزل اعمله من سطر الاعمدة، والعمود التالت هعمله عمود عادي من سطر الحشو. اتنين سلسلة هكرر تاني. ده هيبقى عمود عادي، الابرة برغم انها اربعة وانا عاملاها اكتر من اكبر من اللي مكتوب على البكرة، الا انها برضو بتسحب الخيط بصعوبة، عشان تكوني عارفة. لو انت عاملاها بابرة اربعة ونص هيكون معاكي ممكن افضل. انا احيانا بشتغل بابرة رقم خمسة الخيط ده. هنا العمود اللي في المنتصف هعمله عمود امامي من سطر العمويد، وهنا ده عمود امامي هعمله عمود عادي من سطر الحشو. وبعدين اتنين سلسلة وارجع هنا الاخير، هعمل العمود الاولاني عمود عادي، والعمود اللي في المنتصف عمود امامي من سطر العمويد، والتالت عمود عادي هعمله من سطر الحشو. دايما العمود العادي بعمله من سطر الايه؟ الحشو. نرتفع غرزة، وطول ما احنا على ظهر الشغل قلنا بنعمل السطر كله ايه؟ غرزة حشو. هعمل السطر كله حشو، ونرجع نعمل نشوف هنشتغل السطور تاني ازاي. هكمل حشو. خلصت سطر الحشو، برضو اخر غرزة انا بأكد عليها يا جماعة عشان ما تتنساش، الغرزة التالتة بتاعت العمود التالت. هرتفع غرزة والف الشغل. احنا قلنا بنعمل الايه السطور عكس بعضها. المره دي هنعمل ايه؟ السطر اللي فات كان الاولاني والتاني والتالت عادي، واللي في النص هو الامامي. المره دي هنعكس ونعمله زي ايه؟ زي الاولاني. هلف الخيط على الابره واجي العمود. خلي بالك ان العمود الاولاني هيبقى تخين شويه لان في غرزه ارتفاع اللي احنا بنعملها، فهو هاخده ايه امامي، وبعدين العمود اللي في المنتصف هاخده عمود عادي. وطالما هو عمود عادي باخده من ايه؟ من غرزة الحشو او من سطر الحشو. وبعدين العمود اللي بعديه التالت عمود امامي. يبقى انا بعيد ايه؟ السطر الاولاني اللي انا عملته في العمود الاولاني. الغرزة الاولى والغرزة التالتة هما العمود امامي، واللي في المنتصف كانت عادي. بعمل عكس كل السطور، بعملها عكس التاني، وبعدين بعمل اتنين سلسلة وارجع تاني. العمود الاولاني هعمله عمود امامي، وبعدين العمود اللي في المنتصف
هو كان امامي فهعمله عادي من سطر الحشو، وبعدين العمود الثالث كان عادي هعمله امامي من سطر العواميد، وبعدين اتنين سلسلة وارجع تاني اكرر، ده هيبقى امامي، وبعدين اللي في المنتصف عادي من سطر الحشو، وبعدين التالت امامي، وهكذا بقى. يبقى احنا ايه كل شغلنا بالشكل اللي انت شايفاه بنفس الشكل دوت. لما يطلع الانتاج وتخلصي هيطلع معاكي الشغل بالشكل اللي انت شايفاه دوت، شكله حلو قوي. الغرزه هتبقى جميله جدا، ولو عملتيها في اي خيوط هتبقى حلوه جدا، يعني هي حتى لو خيوط سميكه ولا رفيعه هتبقى حلوه جدا. اتمنى انها تكون عجبتك ويكون الشرح سهل وبسيط. ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو اذا عجبك. اذا كنت جديده في القناه انا برحب بيكي وبقول لك اهلا وسهلا نورتيني. من فضلك دوسي على زر الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بقدمه، والى لقاء اخر في حلقه قادمه ان شاء الله.